في إطار العمليات التضامنية اللي يقوم بها الاتحاد الوطني للصحفيين الإعلاميين الجزائريين ولمجابهة كوفيد الكورونا، قام باقتناء حوالي 62 مكثف، وذلك بالتنسيق والتمويل من رجلي أعمال من طرف السيد سيدي علي ضاوي وشركة فريكو، وذلك لوضعهم تحت تصرف المستشفيات، وسيتم اقتطاء جزء من المكثفات لإعارتها للمواطنين لكي يستفيدوا منها في بيوتهم. قام مكتب البوليدة بتشكيل لجنة لدراسة الملفات المرضى، ومن شروط الاستفادة أو من الإعارة للمكثف الذي يستفاد منه في المنزل هو إثبات ذلك عن طريق يعني ملف طبي يثبت إصابة المريض ودرجة تدهور الحالة الصحية للمريض، كذلك توقيع من أجل ضمان إعادة استرجاع الملف لكي يستفاد منه مريض آخر.